استعرضوا بالأمس عرض جديد مطول للعبة المنتظرة Last of Us 2، وكان فيه معلومات كثيرة جدا اختصرتها لكم في هذا الفيديو. بدأت العرض نشوف إلي وصديقتها دانا في مكان مجهول، وبعدها طاحت إلي في حفرة وتفرقت عن دانا، ودانا هجم عليها الكليكرز، وبعدين رجعت إلي لوحدها إلى المقر، وبعدها قررت إلي أن تنطلق تبحث عن دانا المفقودة. وأثناء البحث وصلت إلى كوخ مهجور وفي سرداب وفي أثر دم عند الباب. أول ما دخلت إلي هجم عليها شخص مجهول وثبتها في الأرض أكثر من واحد، وبعدين قتلوا دانا قدام عينها مع أنها طلبت أنهم يوقفون لكن ما سمعوا كلامها. وبعدها نشوف إلي جسمها مليان كدمات، واضح أنها حاربتهم وهربت من مكان العصابة. ونشوف تومي أخو جول الصغير قدام الباب ومع علبة يمكن تكون دواء أو تكون أكل. وبعدها نشوف إلي تجهز شنطتها وحطت فيه سلاح وقالت يجب أن أنهي الأمر. وتومي حاول أن يحذرها منها تروح تحارب المجموعة، وإلي ردت عليه بأنه ما يهمها شيء وقررت الانتقام لمقتل صديقتها دانا. وتم تكديب أنواع جديدة من الأعداء في هذا العرض، مثل الكليكر العملاق اللي يدمر أي شيء في طريقه، وأيضا الكلاب. وأكبر مفاجأة في العرض كانت What the hell are you doing here? You think I'd let you do this on your own? جول اللي كان على قيد الحياة وقال لها هل كنت تعتقدين أني بترك تحاربينهم لوحدك؟ وبعدها نشوف تاريخ الإصدار الرسمي للعبة، وأخيرا أعلنوا عن 3 نسخ خاصة للعبة. عطونا رأيكم في العرض وقولوا لنا إيش أكثر شيء متحمسين للعبة وكم عداد الحماس عندكم. كان معكم بعد الشيحة، يعطيكم العافية المتابعة، مع السلامة.